مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا في ثاني حلقات الساعة الأخيرة. يوميا نلتقي من الساعة 11 إلى الساعة 12 لمناقشة موضوع أو ملف أو آخر ما يستجد، لكن في أغلبها طبعا ستكون قريبة للمواطن ولهمومه. نقترب لحاجات الناس ونبتعد قليلا عن القضايا السياسية، لكن في بعض الأحيان نكون مضطرين للعودة إلى قضايا السياسية ونتعامل مع تصريحات ومواقف. موضوع حلقة اليوم تتعلق بالإخفاء القسري، تتعلق بحالات الاختطاف والناس اللي ما عرف مصيرهم حتى هذه اللحظة من معتقلين ومختطفين وما يطلق عليهم بالمغيبين، وهي حالات إخفاء قسري واضحة وصريحة. نتحدث عن الرزازة والصقلاوية وأيضا مختطفين ومغيبين ومخفيين قسريا من تظاهرات تشرين وإلى آخره. التعامل مع هذه القضية، القضية هي بالأساس قضية إنسانية، والتعامل معها مسألة أخلاقية، ونكرانها ما ينبغي وصفه إلا عبارة عن شراكة قد تكون مباشرة حتى في جرم خطف هؤلاء وإخفائهم قسريا. معنا عبر سكايب الدكتور يحيى الكبيسي الكاتب والباحث. مرحبا دكتور يحيى الكبيسي وأهلا بك في الساعة الأخيرة. أريد أبدي معك بآخر ما كتبت على تويتر من تغريدة تتعلق بقضية استخدام المصطلحات. قلت جريمة الإخفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية ترقى لأن تكون جريمة حرب في سياق صراع محلي غير دولي، ومن يدافعون بشكل ممنهج عن هذه الجرائم من خلال محاولة التغطية عليها أو التغطية على مرتكبيها إنما هي شراكة أصيلة في هذه الجريمة. دكتور يحيى، هل هناك فرق جوهري وواضح ما بين مفهوم التغييب المستخدم الآن ومفهوم الإخفاء القسري الذي يعني عرفته في إطار التغريدة اللي كتبتها جنابك؟ يعني بداية مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الفلوجة، ورمضان كريم. رمضان كريم. يعني الحقيقة هناك إشكالات قانونية كبيرة فيما يتعلق في هذا الموضوع، يعني ومعظم المفردات أو المصطلحات المستخدمة حقيقة تساهم بشكل غير مباشر في التغطية على الجريمة. أولا عندما نتحدث عن ما حدث في هذه المناطق التي ذكرت جزءا منها، يعني سواء الصقلاوية، القرمة، الرزازة، سامراء، الموصل إلى آخره، يعني هذه توصيفها القانوني هي اختفاء قسري، لأنه تعريف الاختفاء القسري سواء في الاتفاقية المتعلقة بالاتفاق عدم تعرض الناس إلى الاختفاء القسري، أو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيضا التي تعرف الاختفاء القسري بوصفة جريمة ضد الإنسانية، هناك توصيف واضح ومحدد. استخدام أي مفردة أخرى أو مصطلح آخر يعني عمليا سيكون مساهمة في التغطية على الجريمة، بمعنى لا وجود لأي معنى قانوني لمفردة مغيبين، لا تعني شيئا من الناحية القانونية. يعني راجع كل يعني مدونات القانون العراقي على سبيل المثال، لن تجد شيء اسمه المغيبون أو المغيبين، وبالتالي لا معنى لاستخدام هذه الكلمة. الأمر الثاني أنه لا وجود لمثل هذه الكلمة في المدونة القانونية الدولية، يعني في القانون الدولي لا وجود لشيء اسمه مغيبين، وبالتالي هذا الاستخدام بل هذا الإصرار على استخدام مفردة المغيبين نابع عن أمرين: جهل أولا، أو محاولة للتغطية على هذا النوع من الجرائم. أيهما ترجح دكتور يحيى؟ كلاهما، يعني البعض يستخدمها لأنه يجهل الأطر القانونية واستخدام مثل هذه المصطلحات، والبعض يتعمد استخدامها للتغطية على الجريمة. مفردة الاختطاف أيضا لا معنى لها، لأن التعريف القانوني لمفردة الاختطاف لا ينطبق على ما جرى، وبالتالي استخدام مفردة أو مصطلح الاختطاف على هذا النوع من الجرائم هو أيضا نابع عن جهل
أو نابع عن محاولة للتغطية على هذه الجريمة. يعني البعض أيضا يستخدم عبارات ومفردات أخرى يعني في هذا الإطار، وأنا سبق وأن كتبت عن هذا الموضوع وقلت أنه عندما نتحدث عن الاختطاف نحن نتحدث عن جريمة جنائية، والاختفاء القسري ليس جريمة جنائية، وإنما هذه جريمة ضد الإنسانية ترقى لأن تكون جريمة حرب في سياق صراع ذو طابع محلي غير ذي طابع دولي كما تعرفه اتفاقية يعني بروتوكول اتفاقية جنيف. وبالتالي من يريد أن يوصف هذه الوقائع وهذه الجرائم فنحن نتحدث هنا عن جرائم إخفاء قسري منهجية ومتعمدة، وهناك شركاء كثر في هذه الجريمة، بمعنى ليس فقط من ارتكب هذه الجريمة هو المجرم هنا، وإنما يعني وهذا حتى في القانون الدولي، وإنما من ساعد أو غطى أو لم يلاحق هذا النوع من الجرائم فهو شريك أصيل في هذا. وحتى الذي ينكرها دكتور أيضا يعتبر شريك؟ بالتأكيد الإنكار هو جزء من الشراكة، وأنا قلت أنه المحاولة يعني أنا كتبت حقيقة عشرات المقالات عن هذا الموضوع يعني no. وفي واحدة من المقالات يعني كان عنوانها عندما موجودة على القدس العربي موجودة، وكان واحد منها عنوانها عندما تساهم الدولة في التغطية على الجرائم وكنت أتحدث تحديدا عن الاختفاء القسري أو كتبت عن ما أسميه بالتدليس، يعني لأنه أيضا في بعض الأحيان يراد يعني استخدام مفردة المفقودين، يعني وهذه أتمنى أن تنتبه لها دكتور زيد نعم. يعني البعض يستخدم مفردة المفقودين وبالتالي يحول القضية إلى قضية أحوال شخصية وليس إلى جريمة، لأنه من يراجع المدونة القانونية العراقية سيجد أن هناك تعريف محدد للمفقود، وأن كل ما يتبع قضية المفقود هي قضية أحوال شخصية، يعني ما وضع زوجته، ما وضع الأطفال، ما وضع أمواله وما إلى ذلك. وكانت هناك محاولة حقيقة من محافظة الأنبار يعني ومن محافظ الأنبار شخصيا لتحويل جرائم الاختفاء الإخفاء القسري والاختفاء القسري إلى يعني قضية أحوال شخصية فقط من خلال قرار أصدر، لأنه يعني سيكون هناك يعني نوع من المتابعة والتعويضات لهذا الموضوع للمفقودين. وهذا الاستخدام لعبارة المفقودين أنا يعني اعتبرته في حينه شراكة في التغطية على هذه الجريمة. لذلك أنا سألتك دكتور عن أيهما ترجح، هل هو جهل أم تعمد؟ في سياق الـ يعني الحديث الأخير والهجمة الإعلامية الأخيرة والتسقيط الأخير ومحاولة إنكار، أنا ليش استخدمت مفردة هنا الإنكار بمعنى الشراكة، واضح أن هناك منهجية إنكار لهذه الجرائم التي حصلت جريمة الاختفاء أو الإخفاء القسري، وبالتالي الكل حينما يتحدثون عن المطالبة بالأدلة، فهل لديك دكتور أو اطلعت على شواهد تؤكد هذه الجريمة وبالتالي نكرانها هو شراكة فيها، وأي محاولة للنكران هي محاولة يعني قد تكون باطل ليس لها قيمة بسبب وجود شواهد تثبت ذلك؟ يعني أولا مسؤولية البحث عن الأدلة هي مسؤولية الدولة وأجهزتها وليس مسؤولية الشخصية، وبالتالي يعني الدولة مطالبة بالكشف عن هذه الأدلة أو البحث عن هذه الأدلة. الأمر الثاني، لدينا عشرات الوقائع ومنها وقائع موثقة تثبت بأن هناك عشرات أو مئات من المدنيين من الأفراد المدنيين الذين تم احتجازهم أو اعتقالهم من قبل قوات أو قوات ثم اختفت يعني أي معلومات عن هؤلاء. يعني أعطيك مثلا قضية الرزازة أو قضية الصقلاوية، هناك شهود عيان على أن هناك نقاط تفتيش لأطراف محددة قامت بفصل الرجال عن النساء والأطفال ثم اقتادت الرجال بمفردهم ثم اختفت آثارهم. بالتالي
هنا كان يجب على الدولة أن تقوم بعملية متابعة هذا الأمر. أليست المقابر الجماعية التي كشف عنها مؤخرا ولم يكتمل البحث فيها يعني دليل كافي على وجود مثل هكذا جرائم دكتور من الناحية القانونية؟ لا سأكمل يعني فقط حتى نتحدث عن الوقائع قبل أن نتحدث عن ما مصير هؤلاء. هناك تقارير للأمم المتحدة مثبت فيها وقائع عن عمليات اختفاء قسري للعشرات وبالأرقام وبالأطراف التي قامت باعتقالهم يعني ثم قامت بإخفائهم قسريا. إذن لدينا كم هائل من الوثائق التي تثبت وجود جرائم إخفاء قسرية ولكن لم يتابع أحد هذا الموضوع. أعطيك مثال في يعني بعد ما جرى يعني بعد عمليات الفلوجة وجريمة الإخفاء القسري التي جرت في القرمة وفي الصقلاوية في حينها يعني اختفى ما يقارب 600 يعني حسب ما أتذكر 678 شخص أو 672 لا أتذكر الرقم بالتحديد ولكن في هذا يعني في هذا الإطار قامت مجلس يعني أولا محافظة الأنبار قامت بتشكيل لجنة تحقيقية وهذه اللجنة التحقيقية أثبتت وجود عمليات إخفاء قسري لأنه هذه اللجنة قامت بمقابلة العوائل والعوائل أخبرتهم بأنهم قد خرجوا من هذه المناطق يعني بسبب القصف وبسبب العمليات العسكرية ثم قامت قوات رسمية أو مغطاة رسميا بفصل الرجال عن النساء ثم اختفى الرجال تماما ولا معلومة عنهم. في هذه التحقيقات تم إثبات واقعة محددة وهذه الواقعة أنا حقيقة كتبت عنها عشرات المرات من دون أن يعني يتابعها أحد لا في الدولة ولا في خارج إطار الدولة يعني مجلس نواب أو أعضاء مجلس نواب وما إلى ذلك. في هذه العمليات تحديدا يعني تم قتل 17 مدنيا هاربا من الصقلاوية وتم دفنهم في مقبرة جماعية واستطاع ثلاثة من يعني اعتقلوا في حينها أن يعني يهربوا من هذا من موقع الجريمة ويبلغوا عنها. اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس الوزراء قامت بمتابعة هذه القضية في إطار تحقيقها في قضية يعني الإخفاء القسري لـ 678 شخص واكتشفت أنه هناك جهة معينة قامت بقتل هؤلاء ودفنهم في مقبرة جماعية. تم إلقاء القبض على شخص هذا الشخص يدعى هواري أبو مدين داود كان يعني في منظمة بدر التي كانت يعني تعمل في ذلك القاطع وهذا الشخص هو الذي يفترض أنه قام بقتل هؤلاء ودفنهم. طبعا لا أحد يسأل كيف استطاع شخص واحد أن يقتل 17 شخصا كيف استطاع أن يدفنهم أين القوات الأخرى إلى آخره ولكن بالنهاية تم اتهام شخص واحد. وفي آخر فقرة في تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في حينها أو رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي في حينها وردت هذه العبارة أن المعتقل قد اعترف بجريمته وقاموا بكشف الدلالة لإخراج جثث من تم دفنهم 17 شخصا وأن هذا الشخص معتقل الآن في أحد يعني مواقع الحشد الشعبي في منطقة الشعب وأن قضية معروضة على المحكمة الجنائية المركزية ثم اختفت آثار هذا الشخص ولا أحد يعرف حتى اللحظة ما الذي حدث. هل كانت هناك محاكمة؟ هل حكم عليه؟ هل يعني خرج من السجن؟ هل تم تهريبه؟ لا أحد يعرف. وأنا شخصيا سألت عشرات المرات عبر جروبات الواتساب عبر مقالتين نشرتهما عن مصير هذا الشخص ولحد هذه اللحظة لم يطلعني أحد على ما حدث له. هذا يثبت لك بأن هناك محاولات منهجية للتغطية على هذا النوع من الجرائم وكان دائما هناك إنكار منهجي لهذا النوع من الجرائم و
وأنا دائما ما كنت أعد هذا الإنكار وهذه محاولة التغطية هذه هي شراكة في الجريمة بموجب القانون الدولي. دكتور يحيى، لما توصف الموضوع بالمنهجية، هل هذه منهجية دولة أم منهجية أحزاب أم منهجية سلطات، حتى نفهم يعني أو نقارب من المتورط مع هذه المنهجية؟ لا، أنا أعتقد الجميع شركاء. بالنهاية الدولة شريك، لأن الدولة يفترض أن تكون محايدة تجاه مواطنيها، وبالتالي عندما تصلها معلومات عن وجود جرائم إخفاء قسري أو جرائم اختفاء قسري يجب أن تحقق فيها بشفافية وبنزاهة، وهذا لم يحدث. طيب أي عفوا دكتور تفضل. بالتأكيد هناك أطراف سياسية، هناك فاعلون سياسيون، هناك أحزاب، هناك وسائل إعلام، هناك جهات عديدة وأطراف عديدة كانت شريكة في محاولة التغطية على الجريمة وفي إنكارها من البدء. يعني الإنكار هو المرحلة الأولى، ثم عندما يعني الوقائع تجعل هذا الإنكار مستحيلا يبدأ يعني تبدأ الحجج، هؤلاء جزء من داعش، هؤلاء كانوا في داعش وأهاليهم أبلغوا عنهم بوصفهم يعني مختفين قصرا للتغطية عليهم وما إلى ذلك، رغم أن كل الوقائع تشير أننا نتحدث هنا عن مدنيين تم إخفاؤهم قسريا من قبل قوات رسمية أو قوات مغطاة رسميا في حينها. طيب دكتور، نائب رئيس مجلس النواب يقول في العراق لدينا مفوضية عليا مستقلة لحقوق الإنسان هي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، أكدت في كتابها الرسمي المرسل إلى مجلس النواب بأنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق، بمعنى حسب كلامه لا وجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر ادعاءات. كيف تعلق دكتور يحيى؟ يعني أولا استخدام السيد نائب رئيس مجلس النواب لمفردتي المغيبين أو المختطفين لا معنى لها، وبالتالي لا أستطيع أن أتعامل مع ما قاله إلا على أنه نوع من يعني الكلام المرسل الذي لا قيمة له. أما قضية التعويل على قضية يعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فحقيقة لا أستطيع أن أعتبرها إلا نكتة، يعني وبالتالي لا أستطيع أن أقف عندها. يعني نكتة لأن المفوضية بها مشكلة لو تشكك بعمل المفوضية؟ لأن المفوضية المفوضية العليا لحقوق يعني المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، نعم، حالها حال كل المفوضيات الأخرى هي ممثليات لأحزاب، وبالتالي يعني أعضاءها بالتأكيد يقومون بما تقوم به أحزابهم ولن يستطيعون الخروج عما تقوله أحزابهم، وبالتالي عندما تكون أحزابهم شريكة أصيلة في التغطية على هذا النوع من الجرائم بالتأكيد لا أستطيع أن أنتظر من مفوضية الانتخابات شيئا، عفوا من مفوضية حقوق الإنسان شيئا. نعم دكتور، أيضا ورد في السياق، تعرف لما نتحدث عن إخفاء قسري وعن يعني جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، الشاهد الأهم ربما والأكثر وضوحا ولا زال والأكثر تعقيدا هي منطقة جرف الصخر، وردت أيضا في سياق الحديث عن هذا الملف. يقول أيضا نائب رئيس مجلس النواب جرف الصخر وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها أي ميليشيات خارج نطاق الدولة، والقوات الماسكة للأرض تابعة للقوات الأمنية وتحت إمرة القوات المسلحة. أيضا هذا يأتي في سياق الحديث أن لا وجود لحالات التغييب أو الإخفاء القسري عفوا، وأن كل هذه المناطق ممسوكة أصلا من جهات تتبع للدولة. يعني أولا لا أعتقد، يعني في كل حالات الاختفاء القسري في العالم دائما ما يتم اكتشاف أن هؤلاء المختفين قسرا قد تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية أو مقابر فردية، وبالتالي محاولة الربط يعني التي يقوم بها البعض أن جرف الصخر هي معتقل كبير وأن كل المختفين قسرا موجودين في جرف الصخر، أعتقد هذه إشاعات لا قيمة لها. وبالتالي يعني لنعزل ما بين قضية المختفين قسرا وقضية جرف الصخر. يعني تعتقد دكتور بأن كل المختفين قسريا قد قتلوا
وتم تصفيتهم في مقابر جماعية. هذا مؤكد. يعني كل يعني على الأقل كل التجارب العالمية أو القضية يعني مستند على التجارب العالمية دكتور وليس من معلومات من داخل العراق. نعم. لا 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 تثبت ذلك. وعندما نتحدث عن مختفين قصرا منذ سنوات زين بالتأكيد نحن نتحدث عن عمليات يعني قتل لهؤلاء ودفنهم في مقابر جماعية أو مقابر فردية، وبالتالي يعني سيكشف ذلك في يوم ما، يعني لا أحد يستطيع أن يعني يغطي على الجريمة إلى ما لا نهاية يعني. الأمر لكن هذا لا يلغي قضية جرف الصخر، لأنه هناك جريمة أخرى في جرف الصخر، لأنه بموجب يعني اتفاقية روما أو ما يسمى يعني بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإنه جريمة النقل القسري للسكان أو منع السكان من العودة إلى مناطقهم هي أيضا جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي ما يحدث في جرف الصخر هو أيضا جريمة ضد الإنسانية ترقى لأن تكون جريمة حرب تماما كما جريمة الاختفاء القسري. وبالتالي كنت أتمنى من السيد نائب رئيس مجلس النواب أن يكون أكثر موضوعية وأقل طائفية ويتحدث عن ما يجري في جرف الصخر بشكل حقيقي. ما يجري في جرف الصخر أننا أمام نقل قسري للسكان أولا وهي جريمة ضد الإنسانية، ومنع السكان من العودة إليها وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية، وبما أنهما حدثتا في إطار حرب يعني ما يسمى هنا ب يعني حرب غير ذات طابع دولي بموجب اتفاقية جنيف، فبالتالي هي ترقى لأن تكون جريمة حرب. لو عدنا إلى الوقائع يعني سأعطيك شهادة، يعني في مؤتمر في بيروت قبل سنوات كان حاضر في هذا المؤتمر السيد عدنان الجنادي وكان في حينها عضو مجلس نواب، وقال في هذا المؤتمر أنه عند لقائهم بالسيد حيدر العبادي أبلغهم رسميا بأن لا سلطة له على جرف الصخر، وأنه موضوع جرف الصخر هو بيد إيران. هذا نقلا عن عدنان الجنابي اللي هو عضو مجلس نواب وشيخ عشيرة الجنابيين. هذا الكلام الذي قاله الشيخ عدنان الجنابي في حينها كرره الأستاذ أياد علاوي في مؤتمر صحفي. في مؤتمر صحفي نعم في بابل. وقال بالنص ما قاله السيد عدنان الجنابي. الوقائع تقول أنه منطقة جرف الصخر تم يعني استعادتها في شهر نوفمبر، يعني في شهر تشرين الثاني من عام 2014. أكرر تشرين الثاني 2014، يعني منذ 6 أو 7 سنوات. وهناك قرارات صدرت من مجلس محافظة بابل تمنع عودة السكان إلى مناطقهم في جرف الصخر. نحن نتحدثون عن قرارات رسمية صدرت عن مجلس محافظة. فأما السيد نائب رئيس مجلس النواب لا يعلم بهذا كله وهذه مصيبة، أو أنه يعلم بهذا كله ويريد التغطية عليها وهذه مصيبة أكبر. نعم. وفي كلتا النموذجين يعني دكتور احنا بدنا نربط يعني قضية الربط ما بين جرف الصخر أو الصقلاوية أو الرزازة أن هناك فاعل قام بجريمة قتل هنا تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وقام بجريمة منع عودة سكان وتعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي الربط ما بين الأحداث هو عبارة من خلال الفاعل الذي يقوم بكل هذه الجرائم. يعني أولا يعني نحن نتحدث هنا عن جرائم لها وصف خاص في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتالي لا يستطيع لا السيد نائب رئيس مجلس النواب ولا غيره أن يتلاعب بهذا كله من أجل أهداف سياسية. طيب دكتور تتوقع يعني الآن طبعا الذي أثار الموضوع حتى يعني نذكر المشاهدين بأصل الفكرة، فكرة إنكار قضية الإخفاء القسري
بدت يعني أو تفاعلت في الآونة الأخيرة من خلال الموازنة، حينما كان هناك شيء في موازنة الدولة العراقية للعام 2021 عن تعويضات ما استخدم مصطلح المغيبين، وبدأ كان هناك تفاعل سياسي واضح لمنع وإنكار هذه الجرائم لغايات منع التعويض. وبالتالي كل هذه الضجة الآن اللي احنا نشوفها من موضوعة الموازنة وما حصل اليوم من محاولة إنكار لمجازر وجرائم الصقلاوية والرزازة وصلاح الدين وكذلك جرف الصخر، هي لغايات انتخابية بحتة، مخاطبة الجمهور واللعب على هذه الورقة. شنو رأيك دكتور يحيى؟ لا أعتقد الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. يعني أولا الأمر مرتبط بطبيعة الصراع الطائفي في العراق، مرتبط بمحاولة التغطية على فاعلين محددين الجميع يعرف أنهم هم من قاموا بهذه الجرائم، مرتبط أيضا بعجز الطبقة السياسية السنية عن تمثيل مصالح جمهورها، وبالتالي عجزها عن متابعة هذا الموضوع والضغط على الدولة لإنهاء هذا الملف. هل لديهم القدرة يعني دكتور من وجهة نظرك على يعني هل لدى الفاعل السياسي السني القدرة على التفاعل مع مثل هكذا ملفات معقدة وخطيرة إلها ارتباطات الإقليمية؟ يعني هو جاء لتمثيل مصالح جمهوره، فإذا ما عجز عن تمثيل هذه المصالح عليه أن يعترف بذلك ويتدحى جانبا، لا أن يقبل أن يكون شريكا في التغطية على هذه الجرائم. أنت تعتبر شريك؟ وما يحدث أن الطبقة السياسية السنية هي شريك أصيل في التغطية على هذه الجرائم من خلال عجزها عن متابعتها، عجزها عن ملاحقة مرتكبيها، عجزها عن جبر الضرر الذي لحق بعوائلهم. وبالتالي هنا دكتور الجرائم هذه ما هو التوقيت اللي تعتقد أنها ستكشف يعني في وقت ما وفي طريق ما، حتى ممكن نوعي الناس بطريقة أو آلية بأن هذه الجرائم قد تبدأ بالانكشاف أو التفاعل على المستوى الدولي كجرائم حرب من خلال الموضوع الفلاني أو من خلال التوقيت الفلاني؟ توصية كمتابع. يعني أنا أعتقد تدويل القضية هو مطلب رئيسي، وأنا كتبت عن هذا كثيرا. أنا قلت أنه العراق صادق على الاتفاقية منع الإخفاء القسري، وفي هذه الاتفاقية هناك ملحق وقع عليه العراق يعطي الحق للجنة مشكلة بموجب هذه الاتفاقية لمتابعة قضية الاختفاء القسري، وبالتالي يمكن للطبقة السياسية السنية في مجلس النواب تحديدا، يعني رئيس مجلس النواب ببصفة يعني جزء من هذه الطبقة، الأحزاب والقوى السياسية الممثلة داخل مجلس النواب، ترفع رسالة إلى هذه اللجنة تقول لها أننا عجزنا عن إقناع الحكومة العراقية بمتابعة هذا الملف والتحقيق فيه، وبالتالي من حقك أن تتولين طبعا بموجب الاتفاقية التحقيق في هذه القضية. لم يلجأ أحد إلى هذه الإمكانية مع أنها إمكانية متاحة. طيب. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أولا قلت العجز، التدجين، يعني نحن نتحدث عن طبقة سياسية مدجنة بفعل الفساد، يعني تدجينهم مقابل فسادهم، وبالتالي أي محاولة منهم للخروج عن التدجين سيواجههم بملفات الفساد وهم غير مستعدين لمواجهة ذلك. طيب دكتور، وبالتالي أنا دائما ما أقول أن الطبقة السياسية السنية هي شريك أصيل في التغطية على هذه الجرائم، بمعزل عن البروباغاندا السياسية التي يستخدمها البعض هنا أو هناك لغايتين فقط. أولا الابتزاز السياسي، يعني كلما لم يستطع الحصول على مصلحة شخصية هنا أو هناك يلجأ إلى استخدام قضية المختفين قسرا للابتزاز أو في سياق انتخابي للضحك على الجمهور. طيب دكتور، أيضا هناك يعني احنا تحدثنا عن مناطق سنية تحديدا شهدت هذا النوع من الجرائم، لكن بالمقابل وباختصار جدا شيء يتعلق بمختفي تشرين قسريا أيضا، هل يوضعون ضمن هذا السياق سياق هذه الجرائم؟
لا، موضوع الاختفاء القسري الحقيقة في العراق موضوع قديم ومعقد. يعني لدينا مختفين قسرا في الجنوب، في الوسط، في أقليم كردستان، في مناطق عديدة في مراحل مختلفة. يعني دائما ما كانت الحكومات المتتالية وأجهزتها تلجأ إلى الإخفاء القسري لأغراض سياسية ولأغراض أخرى، وبالتالي هذا موضوع معقد. ولكن نحن كنا في سياق الحديث عن قضية الاختفاء القسري في سياق الحرب ضد داعش، لأنه يعني كنا أمام الذي يثير نعم حول مرحلة داعش عمليات الاختفاء القسري التي جرت والتي لم يتم التحقيق فيها. الأمر الثاني، نعم، حالات الاختفاء القسري ليست مرتبطة فقط بالحرب. يعني نحن شهدنا في وقائع تشرين وفي غيرها عمليات اختفاء قسري، بمعنى أن تقوم أطراف رسمية أو مغطاة رسميا أو تحظى بحصانة رسمية بعملية إخفاء قسري لشخص أو أشخاص من دون معرفة مصيرهم. وهذه الحالات حدثت في تشرين وفي غير تشرين. يعني لو تعود، لكن تشرين يقع عليها توصيف الجرم، جرم الإخفاء القسري من خلال النشطاء. هي في كلها يقع توصيف الجرم، بمعنى يعني حتى في الحرب الأهلية التي حدثت بعد عام 2006 في العراق كنا أمام حالات إخفاء قسري عديدة، يعني نتحدث بالآلاف، لحد الآن لا أحد يعرف مصيرهم. وبالتالي يعني هنا نحن أمام نوعين من عمليات الاختفاء القسري، قسم قامت بها قوات رسمية وقسم قامت بها ميليشيات وجماعات مسلحة، ولكن بعضها كان يحظى بغطاء رسمي. وبالتالي هنا أيضا الدولة مسؤولة عنها، ويمكن أن يصدق عليها يعني توصيف الاختفاء القسري، يعني لأن الاختفاء القسري ترتبط بأن هذا الإخفاء تقوم به جهة رسمية أو جهة شبه رسمية بموجب التعريف. وأنا دائما ما أضيف أن جهات تحظى بغطاء رسمي، لأنه لدينا بعض الجماعات هي غير رسمية ولكنها تحظى بغطاء رسمي، يعني في حالات عديدة. لهذا يعني يجب أن يكون هناك نوع من التدقيق في عملية استخدام المصطلح. طيب دكتور يحيى، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في الساعة الأخيرة. رمضان مبارك عليك، وشكرا لك على وقتك وعلى كل ما تفضلت به من تصحيح لمجموعة من المفاهيم المغلوطة. وأنا أعتقد بأن مغالطة هذه المفاهيم هي مسألة متعمدة لمحاولة نكران جرم أو محاولة التشويش عليه ونقل المعركة من معركة حقة لكشف مصير ناس مختفين قسريا إلى معركة إلها ملامح طائفية، وأنا أعتقد أيضا في توقيتها لأغراض انتخابية وتحفيز الجمهور باتجاهات معينة. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى الكبيسي، كنت ضيفا عبر سكايب من عمان. خلينا نشوف الاستطلاع الذي أجريناه مشاهدينا الكرام مع جمهورنا، وسألناهم لماذا تنفي كتل سياسية وجود بعد كلام الدكتور يحيى. إحنا ما يصير نستخدم مصطلح المغيبين هذه للثقافة العامة، وإنما نستخدم مصطلح وجود مختفين قسريا، فكانت إجابتهم بالتالي. يعني كما هو معروف أنه أحداث سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار وعدد من المدن الأخرى يعني أوجد الكثير من المغيبين داخل هذه المدن، ووصل عدد المغيبين داخل محافظة الأنبار بحدود 10,000 مغيب. وبالتالي أنه هنالك واجب أخلاقي على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي بإقرار قانون المغيبين وتعويض أهالي وضحايا المغيبين داخل محافظة الأنبار. أما رفض البعض النواب وبعض الكتل السياسية يعني موضوع المغيبين فهذا أمر مخجل ومعيب بحق ممثل للشعب العراقي داخل قبة البرلمان الذي هو صوته من صوت المواطن العراقي بصورة عامة. أكيد أنهم يرمون إلى هذا الأمر كأمر سياسي لكي يحصدوا منافع سياسية من ورائه، لكن بغض النظر عن السياسيين نحن كأبناء فلوجة وكمعنيين بالأمر نقول ونرد عليهم بأن هذا الأمر واقع حال، وأن المغيبين بالآلاف وموجودة عوائلهم لحد هذه اللحظة.
من المعيب أنه يعني يكون ملف المغيبين وأرواح الناس مجال صراع بين السياسيين ممثلي التكتلات والاتجاهات الحزبية. الملف المغيبين هذا ملف أثبت من قبل تقارير الأمم المتحدة، أثبتت وجود العديد من الأشخاص الذين اختفوا خلال عمليات احتلال، سواء احتلال مناطق محافظات الأنبار وصلاح الدين وينما من قبل تنظيم داعش أو ما أثناء عمليات التحرير. هذا الملف يجب أن يعني يحظى باهتمام لحله باتجاه الحل وليس للمناكفات السياسية وللتسقيط السياسي. من المعيب جدا على السياسيين أن يستخدموا هذا الملف لتحقيق مآرب سياسية معينة. أنا أرجع وأكد بأن هذا الموضوع هو موضوع إنساني، هو ليس موضوعا انتخابيا المفروض بالحالة المثالية. هذا الموضوع إنساني. ليش إنساني؟ أكو عوائل، أكو أمهات، أكو زوجات، أكو أطفال جاي ينتظرون معرفة أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وأجدادهم، يعرفون مصيرهم وين. فهو إنساني، ينبغي أن نتعامل معه بمنطق أخلاقي، مو منطق انتخابي ولا منطق سياسي ولا منطق طائفي. ما ينبغي يعني من الإنسانية والأخلاقية عدم نكرانه. يعني في بعض الأحيان واحد يحتاج أن يكون صاحب خلق فرسان في التعامل معها مثل هذه الموضوعات الإنسانية، بأن تكون لديه الأخلاق قبل أن تكون لديه مهارة التصريحات أو كتابة التغريدات في التعامل مع هذا الموضوع. يكون حريص، يكون ذي خلق، يكون ذا خلق في التعامل مع مثل هذا الموضوع. موضوع إنساني والتعامل معه أخلاقي، ومحاولة نكرانه هي شراكة في هذه الجريمة. قناة الفلوجة منذ وقوع طبعا هذه الجرائم هي تتابع هذا الموضوع، وكان لها ملف تحقيقي استقصائي خاص اسمه قيد التحقيق، صوره زميلنا أحمد الحاج في وقت سابق مع عوائل أبنائهم تم إخفاؤهم قسريا. راح نشوف مقاطع من هذه المشاهدات، ولكم يعني حق القول بأنه احنا نحتاج بعد اللي راح نسمع أدلة، نحتاج بعد اللي نسمع كلام من المفوضية أو من أي جهة داخلية أو خارجية أخرى. الناس هي اللي تتكلم. خلينا نسمع أول شهادة وبعدين نرجع. ولدي ستة وأبوهم ولد ابن اثنين ونسابت اثنين، انفقدهم لا صوت ولا ذنب. وهسه أنا احنا انا 16 نفر قاعدين انا وياهم بخلق طينيتين احفادك. اي بناتي هم راح انزل منهم وجن قاعدين وياي. وحده تروح تظل يمي شهر هي وجهالها، ازود ترد على خالتها. زين نعم. هاي الحادثه صارت بالصقلاويه، انخطفوا؟ نعم اي بالصقلاويه. بالصقلاويه كلهم من مكان واحد اخذوهم؟ اي احنا وياهم، احنا 750 عائله جميع مشينا تنحرنا. قالوا جاكم الجيش جاكم، قلنا يا الله عافية يا رب يا الله. شلون بس سؤال في لي الحادثة، شلون صارت الحادثة؟ تنحرناهم المقرب، مشيتوا وراهم 2/6/2016. اجوكم مجموعة مسلحة؟ ما جونا عتشها في هذيكها. واحنا رحنا قالوا هذا الجيش سلموا للجيش يا الله تان خلص. سلمنا الجيش، الشمس غايبة، الزلم حجزوها واحد، واحنا الجهال والنساوين حجزوهم واحد. ولا رجال طلع؟ ما طلع ولا رجال. عشيرتي كلها راحت، 750 زلمة عشيرتي كلها راحت، ولا صوت ولا ذنب. تتوقعين طيبين أبنائك وأبناء الناس؟ الله يعلم، الله خير من عندي، الله يعلم. ما أدري واحد يجي يقول لنا دفنوهم هم أحياء، شتفوهم ودفنوهم هم أحياء. واحد يجي يقول لا إن شاء الله موجودين، إن شاء الله الله يفرج عنه من كيف. ولو أحد قال لنا دفنوهم هم أحياء، أقول شلون دفنوهم هم أحياء؟ أقول لك شتلهم فيش أروح لهم يدفنونهم هم أحياء. 6 أبناء والزوج 7. نعم. واثنين نسابة وولد ابن 2.
ولدبنش اثنين، يعني انت 11 نفر مفقود. اي والله لا حول ولا قوه الا بالله، ماكو 11 نفر فقدت هذه المره. فاذا ما تعرف راح افترض بانه ما تعرف انه اكو اخفاء قسري واكو جريمه حرب واكو جريمه ضد الانسانيه ارتكبت، اقترح عليك تروح تزور هذه المناطق، تزور هذه العوائل. واذا ايضا اكو نكران لقضيه جرف الصخر فهذا تحدي. اذا كانت هذه المناطق كما تذكرون تحت سلطه الدوله والقوات الموجوده فيها تحت امره القياده العامه للقوات المسلحه، هذا تحدي علني رسمي، روحوا زوروا هذه المناطق وسووا لكم حمله اعلاميه لتحدينا كليتنا احنا، وقولوا احنا طبينا الى هذه المناطق وزرناها وطبينا بها حالنا حال اي مواطنين وهي وضعها من الداخل. كذبوا من يدعي ان هذه المناطق مثل جرف الصخر هي تحت سلطة الدولة، كذبوهم واكدوا على مصداقيتكم وادخلوا الى هذه المناطق بكاميراتكم ومؤسساتكم باعلامكم بصفحاتكم ومواقعكم، كلكم دخلوا عليها او تزورون هذه العوائل اللي شفناها قبل شوية، زوروهم واسمعوا من عندهم. هذه مسألة أخلاقية، أرجع وأقول مسألة أخلاقية. أما بالنسبة لجرف الصخر فاذهبوا فزوروها إن كنتم صادقين. خلينا نشوف المقطع الثاني الذي أيضا شهادة أخرى من برنامج قيد التحقيق اللي أعد زميلنا أحمد الحق. بلقى أربعة انخطفة. وين انخطفوا؟ انخطفوا ومن سلمنا على هذا الطريق، عزلونا احنا واحد وعزلهم هم واحد، ومن وراها ما ندري وين ودوهم وين ودوهم. صار ايش قد ما شايف احد منهم؟ ايش صار هاي اليوم السلك الخامسة؟ كنت موجودة بلحظة الحادثة؟ اي. شفتيهم من اخذوهم؟ اي، غير احنا طلعنا وين على طريق هيك ابو فيال. تلقونا احنا صار بيننا وبينهم مشروع، ارفع ايديكم ارفع ايديكم، عبرنا عليهم. اخير ماكو ابن الصغير شايل جنطه وياي، كان ياخذها مني ايدي، قلت له يا اخي وليدي وين تيد بي؟ قال له حزله ويا ربع هنا انا ناخذهم الحاسبات ويجونكم. نساء واحد والزليم واحد. زين. ايه. وين بعدها ما ندريهم وين اخذوهم، والله وين اخذوهم ما ندري. ماكو مسؤول بالدولة جاء حل قضيتكم؟ لا والله ما حد وصلنا. ماكو. شو توجهين رسالة للسيد الكاظمي؟ إن نخاون بوس شحاته نريد النتيجة مال ولادنا، وهاي اللي نطلبها من عنده، وكثيرين قدامه كذبوا علينا وكل النتيجة ما بينا. هسه إن نخان خوت عرب شايطة قلوبنا على ولادنا وما ندريه وين ما وين، ومظيومين ومهضومين عليهم. الكبير خلى وراه سبع بنيات وليدين وزوجت 10 نفرات برقبتي، وما لهم لا حول ولا قوة على الله، أنا ولا خار عافلة بنية ولا خار عافلة وليد. وظلت أني الله يعينك أمي. حوالي أبا بالدار الله يا أبا. لا حول ولا قوة. خلينا نشوف سريعا المقطع الثالث. قد عندك اولاد مغيبين؟ والله 9. 9؟ اي نعم. اكبر واحد ايش قد عمره؟ اصغر واحد مواليد 81، اكبر واحد. والاصغر مواليد كنت 88. متزوجين ايش قد بيهم؟ متزوجين 7. 7؟ اي نعم. 7 متزوجين. حادثة أنت كنت موجودة بيها شفتيهم؟ نعم نعم، وياي أنا وياهم. شلون أخذوهم؟ والله قالهم هاي القوات الأمنية وسلمنا عليهم، عزلهم الرجال واحد والنساء واحد. صار الساعة 8 بالليل، إحنا نقلونا المخيمات، وقلت لهم يا أبو الولد، قالهم الولد 6 أيام دقهم حاسبات ونجيب لكم إياهم معززين مكرمين. ولحد الآن لا حس ولا خبر معه كويس. ماكو أي مسؤول جاء قائد أمني قال لكم مصيرهم وين؟ والله يا قلب ما حد، رحمة الله الواسع. دحب على الله. رحت لبغداد سألتي؟ نعم رحت. ايش قالوا لك؟
والله قالهم تدللي وذاك الخبر. أي والله. أي نعم. وعدوكم بشي؟ لا بس قالوا تدللي وما يكون خاطر شلة طيب. هم ناس طلبت فلوس بهاي القضايا؟ لا. قالوا إنه نطلع أولادكم. لا واحد يحكي حق الله. زين حجية أنت إيش قد برقبتك مسؤولية هسه؟ والله كوم 7 شناين وهن أطفال. إيش قد أولاد بنات من عندهم؟ وليدين والباقيين 12 بنية. 12 بنية؟ أي والله. الله يعينك. أي والله 12 بنية يدرون جماعة كليتهم. 12 بنية باثنين ولد. الحمد لله. برقبتش كلها الحمد لله. اي والله هاي مصدر عيشتهم منين؟ والله عن الناس الطيبين. على حجيه نحكي عن فاجعه مصيبه. أيوة. حدثت على السقلاويه. اي والله يعني هاي المدينه اصبحت فقط نساء واطفال. نعم نعم بس النساء. رجال ماكو. ماكو لا 735 شخص مفقودين هذا السقلاويه البعكار. واللي نشوفه رجال في هذه المنطقه موجود رجل نساله لو كان في ذيك الحادثه بتوقيتها ما موجود بالسقلاويه. نعم. نعم. ونجا من عندهم. نعم. ولا هي كانت السقلاويه فارغه اصلا. كارثة فاجعه كبرى هجمان بيت والله. اي والله والله يا وليدي هاي فوضنا عمرنا الى الله واليه ترجع الام حسبي الله ونعم الوكيل. والله سمعان يعني تسع ولدي روحهم. عوائل بالكامل منكوبة تحتاج يعني أدلة أكثر من هيك. قرى كاملة ما بيها زلم بس نسوان وأطفال. أكو أكثر من حاجتك لمثل هذا مثل هذه الدلائل. الناس هم يتكلمون أنه هناك جهات رسمية أخذت ولدنا. تحتاج أكثر من هيك دليل؟ هم الناس يقولون محاولة التعمية وإنكار وإغفال ووضع في سياق الحروب والتسقيط الطائفي والانتخابي هذه مسألة لا أخلاقية. إذا كنت تعتقد بإنكارك لهذه الجرائم حتى تدافع عن الناس فأنت شريك، وإن كنت تعتقد بأنه أنت حتى تمنع هذه التهم عن ناس لأنهم هم شركائك بالعملية السياسية فأنت شريك أيضا في الجرم. وإن كنت تعتقد بأنه هذه ورقة انتخابية جيدة نخاطب بها عواطف الناس فأنت أيضا ترتكب جرما من نوع آخر. كلها جرائم. عندكم استعداد كل شيء تسوون عدا أن تعترفوا أن هناك جريمة حصلت. كل شيء ممكن تقولون. تقولون هذول دواعش، تقولون هذول ما ندري بيهم وين. المهم انت ما تتضرر انتخابي. عندك هذا الاستعداد. لكن اكو كثير مثل ما قال يحيى الكويسي. اكو الكثير من الجرائم التي حصلت بهذا المستوى كشفت. وناسا عرضوا على محكمة الجنايات الدولية. منهم انتحر في أثناء الجلسة في نموذج صرب البوسنة والهرسك، وناس آخرين انعدموا وجرى عليهم حكم الإعدام بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. فتكشف لأنه هذه حقوق ناس. هذول النسوان اللي طلعوا بالمقاطع التلفزيونية من قيد التحقيق هذول إلهم حوبة، خلنا نحكيها بالعامي بدون تكلف وبدون لغات إعلامية. هذول إلهم حوبة لأنه هذول مظلومين. هذول وأهل تشرين وما قبل تشرين وما بعد تشرين وما قبل 2003 وما بعد 2003 من مظلومين إلهم حوبة راح تطلع. وإن أنكرتم هذه الجرائم وإن حابيتم المجرمين في جرمهم وإن وظفتم الموضوع توظيفا طائفيا وإن استخدمتم الموضوع استخداما انتخابيا راح تطلع هذه الجرائم. وسنرى إذا مو إحنا فأولادنا هؤلاء في أقفاص الإدانة والجرم وعلى منصة العدالة في يوم ما. فقط قبل ما أخذ تغريدات الناس أختم بقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، قانون مكافحة الإرهاب العراقي
ما جايبين شيء لا دولي ولا من دولة جارة. تعد الأفعال التالية أفعالا إرهابية. المادة 2 تعد الأفعال الآتية أفعالا إرهابية. المادة 2 فقرة 8 خطف، تقييد حريات الأفراد، احتجازهم، ابتزازهم ماليا لأغراض ذات طابع سياسي طائفي قومي ديني أو عنصري نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب. فمن قام بهذه الجرائم إرهابي رسمي بموجب القانون العراقي، لكن جيب النظام اللي يقول أنت متهم بهذه الجرائم فيعرض على القضاء فيدان فيما بعد. هذا الذي نبحث عنه. يقول مجاهد الطائي إنكار وجود مخفيين قسرا يعني الحكومة لا تريد تحمل مسؤولية مصيرهم، الميليشيات لم ترتكب جرائم حرب، المنظمات الدولية غير متواطئة معهم، عوائل المخفيين قسرا ليس لهم حقوق، ممثلو تلك المناطق يتاجرون بالقضية، داعش ستكون شماعة الفشل والطائفية والإرهاب والميليشياوي المدلل. فهو يريد يضرب 6 عصافير بحجر واحد لما ينكر هذا الموضوع، يحقق اللي ذكره مجاهد الطائي في تغريدته. رعد هاشم حينما تكلم نائب عن قضية معاناة المغيبين انهالوا عليه بالهجوم المقذع والوعيد والمطالبة بطرده من قبة البرلمان، فكيف إذا ناشط أو مواطن أو إعلامي ماذا سيكون مصيره؟ زين الراوي يقول زميلنا وصديقنا زين عودة التصريحات الطائفية والتصعيد السياسي ونكران واقع حال تعيشه أكثر من 10,000 أسرة عراقية منكوبة بفقدان ذويها وتغييبهم على يد جهات محسوبة على الدولة ليس إلا دعاية انتخابية مبكرة ثمنها دماء ودموع العراقيين، ولكن العتب مو على مغيبيهم من غيبهم، بل على من يطمطم الجرائم بعد كشف المقابر الجماعية. نلتقي غدا في الساعة الأخيرة. السلام عليكم.